يقول كيف أعالج ضعف التركيز والسرحان في دروس ومجالس العلم؟ يعني بالضربة والممارسة، يعني أنت بتجلس بتسرح ليش؟ أول مرة مش فاهم، ف مش همك شيء، تاني مرة مش فاهم ومتواخد على النوم، هذا خطأ. أنت لو جلست سنة كاملة مش فاهم، بعد هذه السنة سيفتح لك الأبواب التي لم تفتح لغيرك، لأنك أظهرت الصدق لله الذي في علاه. فالسرحان ده عشان أنت أولا مش مهيأ لتفهم، فبتأتي المسائل صعبة عليك، فالصعب عليك مش بتركز فيه، بتحاول انك تنشغل. فانا اولى لك انك تركز وتاتي بورقه وقلم وتكتب القواعد التي تذكر، كيفيه استنباط الحكم الذي يذكر، هذا يجعل لك قالبا تمشي عليه فلا تسهو. وان حدث السهو لابد ان تقترب، كلما تباعد المرء من مجلس العلم، في مجلس العلم كلما سهل شروده وخروجه عن المجلس، وكلما اقترب كلما كان التركيز اعلى واعلى. لذلك كان الامام مالك يجعل طلبه العلم في فئتين وطائفتين، الطائفه البركه والطائفه الايش المتقدمه. فالطائفه البركه ما بتتسالش، الطائفه المتقدمه هي التي تسال. لذلك هو تعجب لما وجد الرجل كل الاجابات جايه من ايش، من طائفه البركه، حتى هو مرتضى بمكانه، قال انت مكانك ليس هنا، هنا مكانك. لما جاء طبعا اتفضحت المساله وعلم انه مكانه جاء، وكان الشافعي هو اللي يلقنه. نعم.